عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا درسنا النهاردة هو التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى الصف الأول الإعدادي. طيب تعالوا نشوف كده هو المسائل بتاعتنا اللي بتيجي على التحليل بإخراج العامل المشترك. طب عندي كده حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى، جايب لي أول مسألة هتظهر لي دلوقتي هي 3 س أس 2 زائد 6 س تساوي، هاخد عامل مشترك يعني ايه؟ قال لي يعني هدور على عدد العددين بتوعي او المعاملين بتوعي يقبلوا عليه، هاخد الصغير واجرب عليه كده، التلاتة تقبل على التلاتة اه، والستة تقبل على التلاتة ايوه، يبقى انا هاخد العدد اللي عندي اللي انا هقسم عليه هو التلاتة، يبقى انا هحط التلاتة عامل مشترك بالنسبة للمعاملات اللي هي الاعداد اللي موجودة قدامي. وبعد كده ابتدي ابص للرموز، الرمز الاولاني س تربيع والتاني س، يبقى انا هاخد الاس بتاعه قليل اللي هو الس، يبقى انا هحط 3 وكمان هطلع الرمز بتاعي اللي انا هبتدي استخدمه في العامل المشترك اللي هو س. افتح قوس بقى وابتدي اقسم كل حد من حدود المقدار على العامل المشترك اللي انا طلعته واشوف هيتبقى لي ايه، يعني 3 س تربيع على 3 س، 3 على 3 فيها الواحد، س تربيع على س هتدينا س، جبتها منين؟ اللي هي س تربيع اس 2 يعني، وعندي على س اللي هي اس 1 يبقى هطرح تبقى س، بعدين زائد 6 على 3، 6 على 3 فيها الاثنين، يبقى اخد المعامل على المعامل بتاع العامل المشترك بتاعي اللي هو 6، 6 على 3 هتساوي الاثنين. طيب وكمان هبتدي ان انا اكتبها بقى بعد س، يبقى هقول زائد 2، وبعد كده هبتدي ان انا اقول س على س راح. طيب يبقى انا عندي كده الناتج بتاعي 3 س، وافتح قوس في س زائد 2. طب ناخد واحده كمان، 8 ص اس 3 ناقص 4 س اس 2، برضو عندي المعاملات بتاعتي اللي هي ال 8 وال 4، بدور على عدد هما الاثنين يقبلوا عليه، فالاول اجرب الصغير اللي عندي اللي هو ال 4، 8 تقبل عليه يبقى صح هاخده، وابتدي ان انا اشوف في رموز متكرره، قال لي لا ده انا عندي ص اس 3 وس اس 2، يبقى ما عنديش رموز، يبقى هفتح قوس وابتدي اقسم كل حد على المعامل بتاعي او على العامل المشترك بتاعي اللي هو طلع اللي هو الاربعه، يعني 8 ص اس 3 على 4، هبتدي ان انا اقول 8 على 4 فيها الاثنين، يبقى انا افتح قوس واكتب 2 والص اس 3 هتنزل، ناقص 4 على 4 فيها الواحد والسين أس 2 هتنزل، يبقى أنا باخد سالب 4 سين أس 2 على 4، باخد العدد مع العدد، الأربعة مع الأربعة يبقى هتروح وينزل لي السين أس 2. طيب بعد كده عندي 3 سين أس 2 زائد 12 سين ناقص 6 تساوي، هناخد المعاملات الأول، فأنا عندي 3 و6 كلهم يقبلوا القسم على 3، فأنا هاخد العامل المشترك بتاعي هو التلاتة، وبعد كده ابص على الرموز س اس 2 وس، والحد المطلق ما فيهوش س، يبقى معنى كده ان انا ما عنديش رموز هتظهر، ده انا هاخد التلاتة واقسم عليها كل حد من حدود المقدار، يعني هفتح قوس واقول 3 س اس 2 على التلاتة، 3 على التلاتة فيها الواحد يبقى لي س اس 2 هتنزل زي ما هي، موجب 12 س على التلاتة، 12 على التلاتة فيها الاربعة والسين هتنزل، وبعدين سالب 6 على التلاتة تدينا سالب 2، ده الحد المطلق بتاعي ما فيهوش رموز، يبقى سالب 6 على 3 هتدينا سالب 2، وبعدين نقفل القوس بتاعنا. ماشي؟ طيب تعالى نشوف كده مسألة كمان، في عندي مسألة بتقول 49 ب أس 3 ناقص 7 ب أس 2 تساوي، برضو عندي المعاملات 49 وال7 بيقبلوا على السبعة، يبقى أنا هطلع العامل المشترك بتاعي 7، وبعدين هاخد الرموز ب أس 3 وب أس 2 هاخد الأس الصغير يبقى ب أس 2، شرط عندي يكون الرموز بتاعتي س وص وعين والكلام ده، قال لي لا ممكن يبقى أ ممكن يبقى ب، تيجي زي ما إيه ما تيجي، يبقى أنا عندي كده العامل المشترك هو 7 ب أس 2، وابتدي ان انا اقسم كل حد من حدود المقدار بتاعي على 7 ب اس 2، يعني 49 ب اس 3 على 7 ب اس 2، طبعا هفتح قوس عشان ابتدي اكتب النواتج فيه. طب تاني 49 ب اس 3 على 7 ب اس 2، هيبقى 49 على 7 فيها ال 7، ب اس 3 على ب اس 2 هتدينا ب. طب واخد الحد التاني برضو نفس الحكايه، سالب 7 ب اس 2 على 7 ب اس 2 بواحد،
خلاص كده. طيب تعالى ناخد مسألة كمان ونشوف هنحلها ازاي. عندي المسألة بتاعتي 12 ألف أس 2 ب زائد 8 ألف أس 3 ب أس 2. التمانية ال 12 ما تقبلش عليها، فبدور على رقم تاني هما الاتنين يقبلوا عليه، فلقيت إن الأربعة ال 12 تقبل على الأربعة والتمانية تقبل على الأربعة. أبص على الرموز، عندي أ أس 2 و أ أس 3 الأصغر و أ أس 2 وب وب أس 2 هتبقى الأصغر، هي ب اللي هي ب أس 1. يبقى العامل بتاعي هو 4 أ أس 2 ب، وأفتح قوس عشان أبتدي أقسم وأحط النواتج جوه القوس. يعني هاخد 12 ألف أس 2 ب على 4 ألف أس 2 ب. 12 على 4 فيها 3، ألف أس 2 على ألف أس 2 راحت، ب على ب راحت، يبقى فضلت التلاتة بس. طيب أخد الحد التاني اللي هو موجب 8 ألف أس 3 ب أس 2، هاخده وأقسمه على 4 ألف أس 2 ب، يبقى كأني بعملها قسمة عادية لحد من حدود المقدار بتاعي على الأربعة ألف أس 2 ب. يعني 8 على الأربعة هتبقى فيها الاتنين، ألف أس 3 على ألف أس 2 فيها ألف، وب أس 2 على ب فيها ب، يبقى كأني بقسمها على أربعة ألف أس 2 ب هتدينا 2 ألف ب، وأقفل الإيه القوس. طيب تعالى نشوف كده مسألة كمان. المسألة بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول 3 س في أ زائد ب زائد 7 في أ زائد ب. طب لو أنا بصيت كده ايه اللي متكرر؟ ايه اللي مضروب في الحد الأولاني ومضروب في الحد التاني؟ قال لي المضروب في الحد الأولاني هو القوس أ زائد ب، والمضروب في الحد التاني برضه هو القوس أ زائد ب، فأنا ممكن آخد أ زائد ب هو العامل المشترك الإيه الأعلى بتاعي، هاخده أ زائد ب، وبعدين أبتدي أفتح قوس وأكتب اللي اتبقى. 3 س في أ زائد ب على أ زائد ب هتتفضل 3 س، وهنا 7 في أ زائد ب على أ زائد ب هتدينا إيه؟ 7. يبقى أنا باخد كده الأ زائد ب مع الأ زائد ب وتفضل لي 3 س، والتانية هتبقى 7. تعالى نشوف كده 18 أ تربيع ب ج ناقص 6 أ ب ج زائد 30 أ ب ج تربيع ناقص 24 أ ب تربيع ج تربيع. أصغر عدد عندي هو الستة، شوفوا كده كلهم يقبلوا عليه ولا لأ. 18 والستة والتلاتين والأربعة وعشرين فعلا يقبلوا كلهم على الستة، فالمعامل بتاعي هيبقى الستة. خلاص يعني 18 على الستة فيها التلاتة، ستة على الستة فيها الواحد، تلاتين على الستة فيها الخمسة، أربعة وعشرين على الستة فيها الأربعة، كلهم يقبلوا. طيب يبقى أنا هاخد الستة وبعدين أبتدي أبص للرموز. أصغر رمز في الألف، والألف موجودة فيهم كلهم اللي هو ألف، وفي الب برضو ب أس واحد، وفي الجيم هو الجيم أس واحد، يبقى العامل بتاعي ستة ألف ب جيم، وأفتح قوس وأبتدي نقسم كل حد على المعامل على العامل بتاعي عشان أشوف الناتج هيطلع إيه. يعني 18 ألف أس 2 ب جيم على ستة ألف ب جيم، 18 على الستة هيبقى فيها التلاتة. ماشي، يبقى انا بفتح قوس وابتدي ان انا اكتب فيه 18 على 6 فيها 3، الف تربيع على الف فيها الف، ب على ب راحت، ج على ج راحت، يبقى اداني 3 الف ناقص 6 على 6 فيها الواحد، والف على الف راحت، وب على ب راحت، وج على ج راحت، يبقى كلها فيها الواحد، زائد 30 على 6، 30 على 6 فيها الخمسه، الف هتروح مع الالف وب هتروح مع الب، وجيم اس 2 هاخد منها جيم اللي هي هنقص منها جيم، يعني هتبقى يتفضل لي جيم واحده بس، يبقى 5 جيم ناقص 24 على 6 فيها الاربعه، والالف هتروح مع الالف بس، ب تربيع على ب هتدينا ب، وجيم تربيع على جيم هتدينا جيم. خلاص كده تعالى طب نشوف معايا كده العامل المشترك بتاعي طلع 6 الف ب جيم، وبعدين قسمت عليه ابتدى يديني الايه النواتج اللي جوه القوس. طب لما يجي يقول لي سالب 2 س اس 5 زائد 4 س اس 2 ناقص 6 س زائد 2 س اس 3، لو بصيت كده لقيت اصغر معامل عندي اللي هو الاثنين، وكلهم يقبلوا القسم على الاثنين، كل المعاملات اللي عندي او كل الاعداد اللي عندي بتقبل القسم على 2، وكل الرموز اللي عندي س، يبقى انا هاخد الاثنين وبعد كده هاخد الرموز بتاعتي كلهم، هم كل الاعداد اللي عندي تقبل على الاثنين، وبعدين هاخد الرموز كلها فيها س، اخد اصغر واحد اللي هو س اس 1، افتح قوس وابتدي ان انا احل. سالب 2 على الاثنين فيها سالب 1،
س أس 5 على س هتبقى س أس 4 يبقى سالب 1، بشيل الواحد ده يبقى سالب س أس 4، وبعدين اخد الايه الحد الثاني موجب 4 على 2 فيها ال 2 س أس 2 على س فيها س، سالب 6 على 2 فيها 3 س على س راحت، خلاص كده ما بقاش في عندي رمز، زائد ال 2 على 2 راحت خلاص فيها الواحد، س أس 3 على س فيها س أس 2 خلاص كده. في سؤال تاني يقول لي اوجد ناتج مالي باخراج العامل المشترك الاعلى. طب انا هستخدمه ده كله ارقام، قال لي ما انا بستخدم كده عشان اسهلها على نفسي. لو انا بصيت كده 7 في 123 زائد 7 في 35 ناقص 7 في 18، هلاقي كل مره هلاقي في الضرب بتاعي متكرر السبعه، يبقى انا هاخد السبعه وافتح قوس. اتفضل عندي من اول واحده 123، وتفضل الزائد وال 35 والناقص وال 18. هنزل السبعه واجمع 123 زائد 35 هتبقى 3 و 5 8، 2 و 3 5 والواحد ينزل، ناقص 18 يبقى 158، وهكمل بقيه الايه القوس يبقى ناقص 18. برضه هنزل السبعه 158 ناقص 18، 8 ناقص 8 0، 5 ناقص 1 4 والواحد ينزل يعني 140، يبقى 7 في 140، وال 140 دي ناتج القوس بتاعي. صفر هينزل 4 في 7 ب 28، 8 ومعايا الاثنين، 1 في 7 ب 7 و 2 9، يبقى انا عندي كده الناتج بتاعي 980، ودي كانت اسهل من ان انا اضرب كل جزء لوحده وبعدين في الاخر اجمع او اطرح. بطلع عامل مشترك وابتدي ان انا استفيد من العامل المشترك عشان اسهل على نفسي الحل. تعالى نشوف كده مساله ثانيه، 6 في 15 اس 2 زائد 18 في 15 ناقص 8 في 15. لو بصيت برضو في كل جزء من اجزاء الضرب دي هلاقي ان ال 15 هي اللي اتكررت، بس هاخد بالي انا عندي كده 6 في 15 اس 2، وهنا ال 15 وال 15 هاخد ال 15 بس اول واحده هي 15 اس 2. خلاص ال 15 اس 2 دي معناها ايه؟ قال لي معناها 15 في 15. هنزل الاول السته جوه القوس واقول ان ال 15 اس 2 دي عباره عن 15 في 15، يبقى هنزل السته في، انا خدت 15 واحده يتفضل واحده كمان، زائد خدت ال 15 دي يتفضل ال 18، ناقص خدت ال 15 يتفضل ال 8، وابتدي انزل ال 15 زي ما هي واشتغل اللي جوه القوس. هقول تساوي 15 في وافتح قوس واقول 6 في 15 اللي هي تديني 90، وهاخد الجزء الثاني 18 ناقص 8 تديني 10، يبقى انا باخد ال 6 في 15 الاول اضربها، 6 في 5 ب 30، 1 في 6 ب 6 و 3 9 يبقى 90، وبعدين اخد الجزء الثاني اللي هو 18 ناقص 8 هيدينا 10، يبقى القوس بتاعي هينزل ناتج الضرب اللي هو ال 90 زائد 18 ناقص ال 8 اللي هي ال 10، ناتج الضرب بتاعي اللي هو ال 90 وناتج الطرح هيبقى 10، يبقى ما بينهم زائد، يبقى 90 زائد 10 جوه القوس يبقى 15 في 100. الصفرين هينزلوا 1 في 15 بايه؟ ب 15 يعني ب 1500، يبقى الناتج بتاعي 1000 وايه؟ 500. طيب يبقى انا خدت بالي من 15 اس 2 وفصصتها اللي هي 15 في 15، دي حاجه مهمه لازم اخد بالي منها. عندي اختصر بطريقتين مختلفتين، طيب هسيب دلوقتي طريقتين مختلفتين وهحل عادي بقى، س اس 3 ب زائد س ب اس 3 على س ب. لو انا خدت الجزء اللي فوق بس وابتديت اطلع له عامل مشترك واتعامل معاه على الاساس ده، يبقى انا هحل الايه البسط لوحده والمقام لوحده لو في شغل في المقام، مفيش وهو عباره عن حد واحد هنزله زي ما هو. طب تعالى نطلع كده العامل المشترك من الجزء اللي فوق، عندي س متكرره هاخد الاصغر اس اللي هي س، والب متكرره هاخد الب، وافتح قوس واقول س اس 3 ب على س ب هيديني س اس 2، يبقى انا هفتح قوس وابتدي ان انا اتعامل مع الايه؟ مع الحدود، يبقى س اس 3 ب على س ب هيبقى يدينا س اس 2، وبعدين زائد س ب اس 3 على س ب
هيدينا س طبعا هتروح مع س، و ب اس 3 هتبقى على ب هتبقى ب اس 2. المقام عندي ما فيهوش حل، ما فيهوش اي اخراج عامل ولا اي حاجه، ينزل زي ما هو. لو بصيت فوق وتحت هلاقي س ب، س ب فوق وتحت، هشيلهم مع بعض لان اللي فوق مضروبه، فهشيل فوق وتحت مع بعض، يتفضل لي س اس 2 زائد ب اس 2، ودي اول طريقه. طيب دي اول طريقه، طب هو عايزها كمان بطريقه ثانيه، ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن نعملها؟ قال لي اخد كل حد من حدود المقدار اللي فوق واقسمه على الحد اللي موجود في الايه في المقام. يعني ايه؟ قال لي يعني هاخد س اس 3 ب على س ب، هحط الحد الاولاني اللي هو س اس 3 ب على الايه المقام اللي هو س ب، وانزل الزائد واعمل شرطه كسر ثانيه، وابتدي اقسم س ب اس 3 على س ب. طيب هقسم الجزء الاولاني س اس 3 على س، فيها س اس 2، وب راحت مع الب، انا عندي ب فوق وب تحت، هيبتدوا ان هما ايه يروحوا مع بعض. يبقى انا هاخد بس س اس 3 على س، هطرح الاسس، هيبقى اتفضل لي س اس 2، والب راحت مع الب زائد. طب تاني قال لي لا، في فوق س وتحت س هيروحوا مع بعض، عندي ب اس 3 على ب هيدينا ب اس 2، واداني نفس الايه الناتج. ودي طريقه اسمها ايه؟ قسمه مقدار جبري على حد جبري. يبقى انا عندي اللي فوق كان مقدار جبري، واللي في المقام كان حد جبري، فالطريقه اللي انا استخدمتها هي قسمه مقدار جبري على حد جبري.